السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة اتكلم معاكم عن خلاصة تجربتي مع مية الرز، وازاي هي ضرت شعري مش فادته، وازاي برضو قدرت انقذ شعري تاني بمية الرز. في الاول حابة اتكلم معاكم عن فوائد مية الرز. مية الرز فيها الرز نفسه مليان احماض امينية ومضادات اكسدة وبروتينات عالية جدا، فبالتالي هو مفيد جدا سواء للشعر او للبشره. بس النهارده هنتكلم عن الشعر. شعرك لو هايش، لو بيتقصف، في فراغات كتير ومش بيطلع، ميه الرز هتعالج كل ده بامر الله. بس ما تغلطيش غلطتي وتسمعي وتمشي ورا كلام اي حد يتكلم كده وخلاص، لازم يكون عن تجربه وتكوني سامعه كذا حد مجرب نفس الطريقه. فانا هقول لكم الطريقه اللي انا غلطت فيها، وهقول لكم برضو الطريقه اللي رجعت تاني صلحت بيها شعري اللي باظ. اول حاجه انا سمعت الطريقه دي على في الانستجرام، منوته كانت بتنزل وصفات يعني وكده، فكانت بتحكي عن تجربتها في مع ميه الرز. فهي قالت ان احنا بنجيب مثلا ربع كوبايه رز، عليها نكملها بقيتها ميه ونسيبها 24 ساعه قبل ما نستخدمها، وده كان صح وتمام جدا عشان مية الرز تتخمر عشان نعرف ناخد الفوائد كلها منها. بعد كده قالت بناخدها بنحطها بنصفيها بعد ال 24 ساعة، بنصفيها نحطها في بخاخة ونحطها في التلاجة ونرش منها على شعرنا طول اليوم طول ما انتي قاعدة، وعادي ممكن نبات بيها. بس ده كان غلط جدا جدا. المفروض مية الرز ما تقعدش على شعرنا خالص، لان البروتين هو هتحسي ان شعرها تقلت وبقت قويه، بس مع الوقت بروتين على بروتين هتلاقي شعرك بدا يتكسر ويتقصف، وده اللي حصل معايا. بس للاسف انا قعدت فتره طويله عبال ما سمعت تاني عن ميه الرز الطريقه الصحيحه بتاعتها. فسمعت بنوته على اليوتيوب هنا قالت الطريقه الصح، وسمعت كذا فيديو برضو مش فيديو واحد، وكذا حد اجمع على الطريقه بتاعتها وجربها وطلعت حلوه جدا. الطريقه كانت ان هي احنا هنشطف شعرنا بعد ما ناخد الشاور بتاعنا وبنغسل شعرنا بالشامبو عادي، هنشطف شعرنا بميه الرز. فده ازاي هننقع عادي الرز 24 ساعه، وبعدين هنجيب الميه بتاعته في طبق غويط ونحط شعرنا كله في قلب الطبق ده لحد ما نحس ان ميه الرز كلها وصلت لكل شعرنا، وهنعمل تدليك بسيط كده لفروه راسنا، وبعد كده هنلف شعرنا باي كيس، او لو عندكم الكيس بتاع اللي هو الشعر ده، وهنسيبها بالكتير قوي ساعتين مش اكتر من كده. وبعد كده نغسل شعرنا عادي، بس يا ريت مش بشامبو، نغسل شعرنا بميه عاديه عشان الشامبو كتر الشامبو هينشف الشعر، لان برضو ميه الرز من الحاجات اللي يعني برضو بتنشف الشعر لو ما استخدمناهاش صح. وضروري ضروري ضروري بعد ما نخلص غسيل شعرنا بالميه لازم نرطب شعرنا. طيب هنرطب شعرنا بايه؟ مش بكريمات ولا بلسم ولا الزيوت اللي هي التقيله، مش بكل ده، هنرطبه بزيت بس زيوت خفيفه زي زيت مثلا شجره الشاي، حلو جدا، زيت النعناع، والاحسن زيت الجوجوبا، دي من الزيوت الخفيفه على الشعر، والجزيئات بتاعتها صغيره جدا، فبالتالي هتقدر يعني زي اللي بيقولوا كده ايه، تخش جوه الشعرايه ترطبها، وفي نفس الوقت هتحافظ لك عليها مع البروتين اللي خدتيه من ميه الرز. وبجد يعني جربوا الطريقه دي حقيقي مش هتندموا. ويا ريت برضو الاحسن نسرح شعرنا بمشط خشب، مش مشط اللي هو البلاستيك ده، لانه بيبهدل الشعر او بيقصفه اكتر. ونسرح شعرنا من تحت لفوق، مش بمعنى ان احنا نقلبه ونسرحه، لا، نجيب شعرنا من تحت من الاطراف لتحت عادي، واحنا شعرنا مفروض هنجيبه الاول من تحت ونطلع سنه 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 لحد ما نوصل لفوق، لان انت لو جبتي شعرك من فوق بالمشط هتلاقيه بدا ينزل معاكي كله من جذوره، ده لو شعرك من النوع اللي بيتقصف. وهنكرر الموضوع ده مرتين في الاسبوع. وجربوا الطريقه دي وان شاء الله هتنفع معاكم جدا، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.